لهذا كل واحد فينا هنا يعرف بأنه توزيع العطاء مستقبلا سيكون في إطار شفاف، وكل واحد يدي حقه وفقا ل يعني أهمية المشروع تاعه، يعني ماهوش حق مكتسب دي ورقات دي. هذا نظن أنه هذا اللي خلى الممارسات الفساد السابقة في قطاع العقار تزيد، وحتى المخلفات تاعها ربما لسنوات ولا قدرنا نعالجوها، يعني آلاف والآلاف عشرات بل مئات الآلاف من الملفات، كل ملف مشكل معقد، وكلكم على بالكم به. لو كان نريحوا أسبوع الآن ما راحش نكملوا المشاكل المرتبطة بالعقار. لهذا نظن أنه الأحسن إطار أنه كل واحد يعني كما راهي طالت يعرف حدود المطالب تاعو، ويعرف أيضا الأحقية تاع المطالب تاعو. لهذا أنا مش نطلب منكم كل واحد قولوا يبقى يطالب بالعقار يدرس المشروع تاعو بشكل جيد، وإن شاء الله اللي كما يقولوا اللي عنده حق يدير. وإحنا هنا باش ملتزمين باش يكون في إطار شفاف. هذه هي. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.